اهلا وسهلا بكم من جديد. وفي حاجات اذا ما عودنا نفسنا عليها ما حنقدر نتعود عليها، منها الرياضه واحده من الحاجات الاساسيه. اذا انت خصصت لنفسك ساعه صباحيه او ساعه مسائيه وقدرت تلتزم بالزمن ده حتكون انت انسان صحي ومعافى من كل الامراض اللي ممكن تكون ملمه بالانسان الغير صحي. صحيح. إذن هي مساحة مشاهدينا للعمل الطوعي والمجذر في عمق الإنسان السوداني من النخوة والفراسة والجودية، ده امتداد كبير، فبالتالي في شباب سودانيين قدموا الكثير للعمل الطوعي ونهلوا منه ومن الصبر والإنسانية بتاعتهم. صحيح. أنا سعداء ورحب بتقوى كمبال صباحا، هي ناشطة في العمل الطوعي. أنا وسهلين تقوى، صباح الخير. صباح الخير، صباحكم خير. حبيكم تقوى، صباح الخير عليك. لما نقول تقوى كمبال، اي زول بيكون عارف شرع الحوادث، اي زول بيكون عارف العمل الطوعي، المبادرات الخاصه اللي بيقوموا بها تقوى ومعاها عدد من الشباب. نحن عايزين نشوف نشاطكم والحاجات اللي انتم بتقدموها للشباب، انضمام الشباب ذاته ليكم كيف عشان ما يكونوا جزء من منظومه العمل الطوعي. صباح الخير عليكم، وصباح الخير على اهلنا مضررين من السيول والامطار. احنا بنقول ربنا يخفف عليهم ان شاء الله. العمل الطوعي بقى اسلوب لحياه متكامله. العمل الطوعي هو تطور طبيعي لثقافات قاعده عندنا ومتجذر، الفزع والنفير اللي بيحصل ده تطور طبيعي لحاجات اصلا موجوده عندنا ومبروسه عندنا. اقبال الشباب على العمل الطوعي في الفتره دي، لانه الشباب عموما بيلقى نفسه تايه كده من فترة ما بعد التخرج، أول فترة أثناء المرحلة بتاعت الدراسة، فبتلقي إنه بفتشوا للحاجة اللي بتضيف ليهم. العمل الطوعي بقى ما إنك تقدم لزول محتاج، لكن العمل الطوعي إنك بتلقى بمقابل إنك يا سلام. صحيح. تقوى يعني ما شاء الله هو عموما عمل الخير عمل ممتد غير منقطع حتى بعد ما مات الإنسان، صدقة جارية بالنسبة له. فلو تكلمنا عن إنه الإنسان السوداني بطبعه هو يعني محتاط، يعني تكلمت عن النخوة وتكلمت عن الجودية وكذا، نتكلم عن الفترة الأخيرة، النشاط بتاع الشباب في الفترة الأخيرة، المحور بتاع أنسام، بقى في نشاط كثيف بالنسبة للشباب في العمل الطوعي، أنت بتشوفي الجانب ده برأيك بتعزيه ولا شنو؟ طيب الفترة الحالية اللي بمر بها السودان هي المحتاجة للشباب، فكان إنه لازم الفترة يعني الشباب يستثمر الطاقات اللي عنده ويشوف الحوجة بتاعت البلد شنو ويقدم. بدت مبادرات شبابية كثيرة، كل الشباب دي كانوا مؤمنين انه اي دور عظيم ما بتقوم به الدولة بيقوموا به الافراد. صحيح. في المجتمع الادوار العظيمة كلها بيقوموا بها الشباب. مبادرة شارع الحوادث كمثال، ما استنت الدولة تعمل غرفة عناية مكثفة للاطفال، عملت غرفة عناية مكثفة للاطفال. محنة السيول والأمطار اللي بتمر بها البلاد ما استنوا إنه الدولة تدخلت، بدت مبادرات ما لها آخر من الشباب. صحيح. لقت تجاوب كبير من المجتمع. ده لو دل بدل على إنه المجتمع واثق في الشباب وقدراتهم، والدليل القوافل والإعانات اللي مشت لها المضررين كلها كانت قايمة على شباب متطوع. في ميزان حسناتكم ان شاء الله يا استاذه تقوى. ولما نقول صدقات، صدقات بدت من حاجه بسيطه جدا، ممكن يكون مطبخ وفكره بتاعت سندوتش لطالب، الان كبرت واصبحت منظومه كبيره يعتمد عليها، وجهه ممكن يلجأ لها كل محتاج وكل انسان حاس انه هو عايز يقدموا له حاجه. تقوى خلينا نشوف من خلال صدقات اللي قدمتوه للسيول والفيضانات الحاصله لاهلنا تحديدا في المناقل، من خيم واشياء وناموسيات، وكيف كان التعاون الكبير اللي حصل. طيب صدقات هي من المجتمع وللمجتمع، هي منظمة مسجلة رسميا، بدت فكرتها في العام 2002 بمساعدة بسيطة من شباب برا السودان. الفكرة يعني هي بذرة وكبرت أصبحت شجرة مثمرة. حاليا صدقات موجودة داخل وخارج السودان. الهدف الاساسي حقها انها تشيل من جهه قادره على الدعم وتدي الجهات تغطي الحوجه. نعم. فهي جسر للخير بين جهات قادره على الدعم وجهات. وواحد من الحاجات برضو في صدقات اللي هي بتعزز مفهوم الصدقه، حاليا الحمد لله في الفتره بتاعت الامطار والسيول اللي مرت بها تحديدا ولايه الجزيره ولايه نهر النيل، صدقات بمشاركة الأقسام المسؤولية المجتمعية في الشركات، ودي حاجة جديدة إنه الشركات الكبرى. أيوة. فمن هنا أي شركة نحن بنقول لهم شكرا لأنه استجابوا لنداء المناقل، وتسيرت
القوافل، قافلة هي كانت قافلة كبيرة فيها الخيام تحتوي الإيواء، الشباب عانوا شديد عشان يوصلوا الحاجة دي. تحديداً الشارع اتقطع في الشارع وانتوا الشباب شالوا الحاجات اللي وديتوها حتى يحملوها على الأكتاف. على أكتافهم عشان تصل للزول المحتاج. يا سلام. حالياً الحمد لله الناس ماشية على الجانب الصحي، الحملات بتاعة الريش، تدريب معززين صحة في المجتمع، دي كلها بمجتمع صدقات وبالداعمين للصدقات. التقوى أنت ما شاء الله يعني عندك خبرة واسعة في العمل الطوعي ومعاك آخرين يعني عشان تديهم حقهم في الصباح ده. أكيد. مواعين الدولة مرات ما بتسع إنه تنفذ كثير من المشاريع اللي أنت ذكرتيها، يعني إذا كان في الصحة أو في التعليم أو أي جانب تاني يعني خدمي. فكيف هل في تشبيك مع الجهات المسؤولة إذا كان مؤسسات حكومية عشان حتى لو هو كان عندهم دعم مقدم يكون بالتشبيك معهم؟ هل بتصلوهم عشان أوفر لكم الخدمة ولا برضو هو جهد فردي من قبل المنظمة أو من قبل المبادرة؟ لا، في تشبيك، في اتفاقيات وفي شراكات موقعة بين الجهات الرسمية اللي هي لحق الجهات الرسمية وللتسهيلات اللي بتقدمها الجهات الرسمية في المناطق اللي أنت عايز تقدم لها الخدمة. ففي تشبيك وفي تنسيق. نحن عسي الحملات بتاعت الرش الجاية حتكون مع وزارة الصحة. يعني بديت حملات الرش ولا لسه؟ في ترتيب للحملات. أيوة والله لأن بعض الأيام بصراحة يا جماعة مؤذي. هو المشكلة ما في الكارثة، المشكلة فيما بعد الكارثة، الأثر ما بعد الكارثة. يعني حاليا صدقات في نهر النيل عمل دورات مياه مؤقتة. يا سلام. عشان الناس يعني. أنا بسأل هل في تعاون يعني من المؤسسات الحكومية بالنسبة للمبادرات والمنظمات الطوعية والله المدنية؟ ما حقول لك ما في، في تعاون وفي والعراقيل بتكون حاصله، لكن في الاخر بتلقى جوا المؤسسات دي في شباب همه انه يقدم ويساعد، فهو بيكون سبب وجزء كبير في التسهيلات اللي بتحصل للمنظمات. اهم حاجه يا حمزه في الفتره الاخيره اذا نحن لاحظنا مع تقوى انه بنلقى الشوارع مكتظه بشباب شايلين صناديق بتاعه حوجه لجهه معينه، بتلقى في اي مكان تبرعات. هل الحاجات دي بتكون حقيقيه؟ احيانا العمل الطوعي حاجه جوا الانسان، يعني انت وربك، ما في زول بيحاسبك، ما في زول بيسالك، ولا في رقابه عليك. لكن الحاجات اللي بتحصل احنا شايفينها، وكثير من الناس بيمتعطوا بيقول لك احنا ما عارفين، هل الحاجات دي النازلة كل يوم بلقى واقفين؟ طيب انتوا كيف بتقدروا تتعاملوا مع المسؤوليات؟ احنا دي واحده بنقول من الظواهر السالبه في العمل الطوعي. احنا كمتطوعين ما قاعدين نقبل الحاجه دي. نعم. اتعملت حاجات كثيره عشان الموضوع ده يقف، لانه بيفقد المصداقيه. بيفقد المصداقيه، وفي نفس الوقت الناس بقت يعني اذا في حوجه حقيقيه فبتلقى المتبرع ذاته بين الشك وبين اليقين، وممكن تسمع. احنا ما عندنا المتطوعين بيقفوا في اسطوبات او بيجمعوا، لانه ايوه ما في، وبالعكس احنا قاعدين نسعى في انه الحاجه دي تقف، لان دي ظاهره سالبه ما بتشبه يعني. انت تكلمت عن الظاهره، وما شاء الله السودان ممتد في مبادرات كثيره ومنظمات بتاعت مجتمع مدني داخليه ولا خارجيه بصوره كبيره جدا، ومرات ما بيكون في تشبيك حتى مع بعضهم. لو كان في مبادره بتقدم مثلا للاهالي المتضرره الان من السيول والامطار انه تدمج مع بعض عشان الخدمه تكون كليه وكبيره، ما بيكون في حاجه زي دي، بيكون جهد فردي وأحادي. هل في تشبيك ما بيناتكم يعني بخصوص طبعاً المبادرات دي؟ المنظمات والمبادرات الشبابية ما بين يعني في المحنة ما بتتنافس، بتتعاون. صحيح. والدليل بتتعاون عشان تقدم حاجة كويسة، المجهود الجماعي أثر يكون أكبر وبكون ظاهر شديد. صحيح. حاليا في تنسيقية متضرر السيول والأمطار بتضم منظمات، يعني ما قالوا منو اللي حيصل أول أو منو اللي حيقدم أول، لا، كل الجمعيات او الشباب دول من هنا لهم التحيه، وبرضه عانوا شديد جدا عشان يوصلوا احتياجاتهم، فتجمعوا ووصلوا. تجمعوا كيف يعني طريقه التشبيك؟ هل بتعلنوا عن الحاجه دي في صفحاتكم ولا هم اي قاعده؟ قاعده قاعده مع بعض. قاعده واحد. نعم. يعني مثلا إذا بتتكلم عن متطوع صدقات يا هم متطوع شارع الحوادث، إذا بتتكلم عن متطوع ظلال الرحمة يا هم متطوع صدقات. يا سلام. فهم قاعدة واحدة تجمعهم بوست واحد ممكن يلم الدنيا كلها. يعني كمان العمل الطوعي يعني ده اللي بيميز. أيوه. ده اللي بيميز المجتمع بتاع المتطوعين، إنه ما في شيء ما بيناتهم تنافس، بالعكس بيتعاونوا عشان واقع أفضل يعني. دواء إن دل يدل إنه من خلال الحوجة الممكن تصلكم يا تقوى، ممكن تجيك حوجة الساعة 3 صباحا وإنت نايمة، يجيك إنسان يكون في المستشفى يرسلك يقول له عايزين حقنة وما موجودة وهو ما قادر، تجيك مرة في غرفة بتاعت وضوء أو
فكيف انت ذاتك بتقدري تتحملي المجهود الذاتي وتتحملي انك تشيلي اعباء ومشاكل؟ اي انت ارتضيتي لكن بتلقي بعد بقت الزام وفرضا عليك لازم توفريها. صح. طيب انا بس هتكلم هقول حاجه قبل سؤالك. العمل الطوعي بيغير في الشخصيه، ما شخصيه المتطوع والاسره وعلى محيط الاسره. في اي وقت ممكن التلفون صحيح يضرب في اي وقت ممكن تلبس تطلع عشان تقصد حاجه. ممكن تجي طفله مثلا من برا الخرطوم عندها مقابل، ما عندهم مكان تجيبيهم البيت، يعني انت بتلقى ما انت المتطوع براد، بتلقى ناس البيت نفسهم بيجوا متطوعين معك. في شباب كثير يعني العمل الطوعي غير فيهم، انا شاهده على تجارب كثيره بتاعت شباب، انا ما حقول كان ضايع لكن فاقد انه يوجه يمشي وين يعمل شنو. بقى اسم متطوع بتعتمد عليه وممكن بتليفون ترسل ويقضي حوجه وتقعد في البيت. يا سلام. يعني في النقطه دي مسؤوليه، في نقطه المسؤوليه دي مرات من الصعب انه الاسر تخلي ابنائها وبناتها بالتحديد البنات انه يطلعوا يجوا في وقت متاخر لحاجات كثيره هم في خلفيتهم. صح. فكيف من خلال العمل الطوعي قدرتوا انه تزيلوا كل السلبيات الموجوده في عقليات الاسر يعني، وخليتهم خليتوا ابنائهم يكونوا معاكم في كل مكان يعني صباح ولا مساء او اي وقت زي ما انت ذكرت؟ طيب الاسر ذاتها زي ما قلت لك بقت هي متطوعه. الوسط العمل الطوعي وسط متكاتف جدا، فالاسر بتعرف يعني بيقوا في بعضهم بيعرفوا بعض. الاغناء كيف يعني انت كيف البيت بتقنع اسرتها؟ هي ما حترفض لكن أيوة. بتكون بتتخوف. بتخوف ايوه. الحاجه دي بتحصل لما مثلا الاسره تشوف الاثر ايوه اللي دعم. انا لما جيت اعمل دراسات عليا عملت الماجستير في العمل الطوعي. يا سلام. ولا انت زوله مجنونه، عمل طوعي شنو اللي بيعملوا فيه ماجستير؟ انت اصلا ماخذه فيه ماجستير بشهاده الكليه تقوى يعني. لكن شكرا يا حسام، لكن الحاجه دي اختلفت فالعمل، فاصبح يعني عنده اسس ومبادئ وقوانين أيوة. وحاجات بتطمن الاسر. يعني انا والدتي بتسالني فلان ده كيف عليك الله حصل له وشنو انا مثلا في التلفون يا الله. فالحاجه دي بتجي من ال... من 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 من, من المتطوع نفسه ومن الحاجه اللي بيقدمها المتطوع للمجتمع بتكون ظاهره فيه. احنا قاعد نفرح لما نقضي حوجه بتاع الدم، وقاعدين نفرح لما نزولي يعني دعوات الناس دي ما حاجه سهله. اكيد اكيد ما حاجه سهله. ربنا يديكم الصحه والعافيه صراحه. انتم اللي بتعملوا فيه عجزه انه تعملوا مؤسسات دوليه، وعجزه انه تعملوا حكومه باكملها يعني انها تقدر توفر اللي بيوفروه حاليا الشباب اللي احنا شايفينهم متطوعين. وانا قبل ذكرت كلمه التطوع هي بالنسبه لك خلاص انت طلعت لباب الله. تقوى دارين نشوف انه التطوع في حد ذاته وانتم كمجموعه كيف بتراعوا للحاجات اللي بتجيكم، الاولويه بتكون لشنو في الخدمات؟ طيب طالما في زول وثق فيك وجاء لحد عندك ووداك اللي عنده، وحقيقي في ناس بيبهروك يعني. يا سلام. بتتخلي عنده يعني في الشعب ده شعبي معطاه بطريقه ما طبيعيه. فهنا ده الزول ده خدت في رقبتك امانه كبيرة جدا. لازم تكون قدرة. في صدقات مثلا التبرع بيكون موجه، انت كمتبرعة بتجيبي التبرع بتقولي انت عايزاه يمشي وين. بعدك انت اذا مثلا سقيا اللي هو الابار، فالمتبرع بيكون في مراحل المشروع من البداية لحد التسليم مع الجهة المنفذة له. اذا مثلا حوجة بتاعت علاج مثلا او ادويه برضه لحد ما المتبرع ده لحد ما يصل يتاكد. نحن مثلا بندعم عندنا مشروع اسمه خدمات اطفال الكلى، بندعم الاطفال المصابين بالفشل الكلوي وفي مرحله الغسيل. نعم. ولحد ما بعد الزراعه. الاطفال ديل عندنا حساب مفتوح في صيدليه الشهيده سلمى. فالناس بتمشي تتبرع واثقه انه المبلغ اللي حطيته ده حيمشي بدون ما يرجع لك، بدون ما زول حتى يشوف. بتمشي تدفع الحساب، ممكن تلقى حساب مصفر. يلا يا سلام. يعني دي نقطة مهمة بترجعنا للمصداقية. أيوة. لأنه في داعمين مرات بيقدموا الدعم اللازم لكن ما يمشي للجهات المعنية يعني بالموضوع. أيوة. ده فكيف بتكسبوا أنتوا ذاتكم ثقة الداعمين سواء كان محليين أو خارجيين بالنسبة لك؟ الداعم ده لازم يعرف من حقه يحدد إنه التبرع حقه ماشي وين، من حقه إنه
يكون معك في مراحل تنفيذ الحاجة الهود برا عشانها. زي ما قلت لك احنا المتبرع لما نجي نفتح بير بيسوق المتبرع معانا بيمشي بيفتح البير يحضر يشوف انه فما حقدر اقول لك انه في حاجات كثيرة للأسف شوشت إنه الناس المصداقية، لكن لسه المصداقية فيه ولسه الخير فيه ولسه البلد بخيرة. يا سلام، أكيد البلد بخيرة بشبابها بالبذرة الجميلة من الشباب اللي إحنا شايفينهم الآن، هم قادرين إنه يوصلوا صوتهم ويقدروا يصل، والتغيير نحن بنقول بالشباب. أنت كتقوى كمبال الآن أصبحتي معروفة عند الشباب، بتقدري تقولي نصيحة للشباب في كيف إنه يمارسوا العمل الطوعي بكل مصداقية وبكل أمانة وبكل شفافية يعني حتى؟ طيب، هي نصيحة لأي متطوع، أنت عشان تدخل العمل الطوعي حدد أنت عايز شنو من العمل الطوعي. عايز تخدم، عايز تكون علاقات جديدة، عايز تضيف خبرات. العمل الطوعي بدي والله أكثر من زي ما قلت لك من إنه زول يأخذ. التخصصية في منظمات متخصصة، إذا أنت مثلاً مهندس شوف المنظمات اللي بتشتغل في مجال الإنشاءات وكذا، أمشي عشان تبدل عندك وكمان تأخذ. المطوع عندنا عنده عدد ساعات طوعية معينة مقابلة، ما في مطوع بياخذ مقابل مادي، لكن مقابل الحاجة دي المطوع بياخذ دورة تدريبية في مجاله. يا سلام، بتتسجل زيارة لأسرته. يا سلام، الدعم المعنوي مهم 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 جدا وبخلي الزول يواصل. احنا بدينا مجموعه كبيره شديد لكن الظروف شتتت الناس وكده، فانك تستمر ده دافع للوراك انه يستمر. فالتطوع باب كبير، والساعه التطوعيه الواحده اثرها زي ما قعدنا نقول في صدقات بيمتد لي ما بعد الدقيقه 60. انت بتشتغل ساعه واحده طوعيه لكن ما بعدها بيكون اثر كبير. نعم، تقوى يعني اختلف ذاته طريقة العمل الطوعي باختلاف العالم الآن والإعلام الحديث، فبقت الحويات في منصات التواصل الاجتماعي بتصل بصورة أسرع عكس زمان يعني. فبقت الحاجة بيتم جمع كل التبرعات من خلال السوشيال ميديا يعني. فكيف قدرتوا توازنوا بالإعلام الحديث، خاصة في ناس بيقولوا مرات نشر الحالات أو نشر المساهمات هو في نوع من الرياء بالنسبة من الداعمين، فأنتوا كيف بتردوا على الحاجة دي؟ حويات كثيرة شديدة تقضت بسبب بوست في فيسبوك، مشاكل كثيرة شديد اتحلت بسبب بوست في فيسبوك، أسر كان قاعدة في الشارع بسبب نداء في فيسبوك جزول دخلها بيته. فمواقع التواصل الاجتماعي احنا في العمل الطوعي ما بنقدر نستغنى عنها. المتبرع ذاته بقى في متبرعين بيرصدوا صفحات متطوعين، يعني تكون خاتي تبرع داير حوجتك. أيوة، فالمطوعين هم دوائر الثقة في المجتمع لتوصيل الحوجة. المواقع التواصل الاجتماعي لما أطلقنا نداء المناقل كل الشركات المسؤولية وأقسام المسؤولية المجتمعية في الشركات جات وقدمت الدعم، ما مشينا لزول بخطاب بالبوستات بتاعت الفيسبوك في الصفحة الرسمية. يا سلام، ودي نقطة مهمة يعني ذكرت المسؤولية المجتمعية. أي شركة من الشركات الآن أصبح عندها إدارة مخصصة باعتبار أنه هي المسؤولية المجتمعية بالنسبة للشركة عشان تقدمها للمجتمع، فبرضو دي حاجة مهمة أنه برضو نشبك معاهم يعني. أيوه، شبك معاهم عشان مرات في شركات في مصانع عندهم دعم كبير ممكن يقدم للمنظمات، فكيف برضو بيتشبكوا مع الشركات الرسمية أو الشركات المدنية يعني؟ الشركة لو لمست المصداقية في المنظم، ما شرط منظم، في منظم في مبادرات بتقوم بشغل أكبر من شغل المنظمات برضو. فالشركات دي لما تلمس الجانب بتاع المصداقية في المشاريع وفي تقديم الحوجة نفسها ما قاعدين يتأخروا. يعني أنا ما داير أذكر الشركة لكن إحنا عندنا تجارب كبيرة شديد مع شركات كانوا قدامنا، أول ما قلنا قالوا حاضرين ما في مشكلة. يا سلام يا سلام. واحدة من الحاجات حقت العمل الطوعي أنا بحسها برضو صعبة يا تقوى، وأنا كل مرة بذكرها بقول إنه يا أخي أنت لازم تكون حاسب الحالة وبتحس بها كأنها بتخصك، وكأنها ودفي وإرهاق للنفس. بنلقى ناس حصلت لكم حالات وأنا شهدت معاكم مواقف، إذا حصلت حاجة الناس دي بتبكي وبتحس إنه الإحساس ده بيخصها هي نفسها. المشاعر الصعبة دي كيف بتقدروا تسيطروا عشان أنتوا ذاتكم تصبروا حتى الزول اللي هو ذاته لجأ ليكم وجاكم، بتكونوا محتاجين إنكم لداعم نفسي أحيانا في الصداقات تحديدا أو في كل المنظمات اللي بتقوم، بيكون في اختصاصيين مثلا اختصاصي نفسي معالج، بيكون في زول ممكن يطبطب على الناس، في زول يمشي يقضي الحوجة، في الناس بتقسمهم لشرائح.
العمل الطوعي ده علمنا الجير سوا، علمنا البكا والدمعه القريبه واي حاجه، لكن بعد ذاك انت بتعاين لانه هل دي موعد يعني زول ده حتنفعه بشنو؟ انا بتذكر اول يوم دخلت فيه ودار ما يقوم دي عملت اعمال ايوه، لكن بعد ذاك دي موعد حتعمل شنوريا. لا شوف ما بعد كذا من هنا بدينا كوننا مكتب متطوعين ما يقوم، وبقينا نساعد الامهات في وقت الحمام في الوجبه. هنا انت قدمتي ف يعني ما بني ادم انت بتصبحي الاستشاريه وانت بتصبحي الداعمه وانت بتصبحي كل شيء في لكن المتطوعين فيما بينهم قادرين انه يعني مش يحتووا بعضهم، يطبطبوا على بعضهم، يعني الزول القلب كعب ده ما بودوا لاي حاله، والزول الحكيم بيقدموا بيكونوا عارفين وعارفين منو ممكن يسد هنا، وعارفين منو احسن صحيح. زول ممكن عارفين منو ممكن ما يحكي اي تفاصيل، فهم فمجتمع كده لامي كل الحاجات اللي انت ممكن تجي في راسك صحيح. في داعمين لبعضهم اكثر من انه يكونوا داعمين، لانه الناس الحاجه اللي بتشوفها بتخلي الناس هشه شديد، لكن نحن دايرين بنتقوى ببعض عشان في صحيح. الاخر في زول هناك منتظر جميل. منك خدمه ومنتظر حاجة. جميل تقوى والله دي الصباحيه شكرا. جميله ودي ارضيه ثابته بالنسبه للعمل الطوعي وامتداد لروشتات ممكن تكون في صباح الشروق ان شاء الله في الحلقات الجايه. مقدرين جدا حضورك شكرا. داخل الاستوديو. شكرا كثر خيرك يا تقوى كمبان. شكرا لكم كثير. شكرا لك.